وثمانية الفريه اللي بغاو ثلاثه البراسليات ديال الاناناس قيرس كبير يعني 6 ونص يعني الناس اللي يديداتهم كبارين هما طوندونس دابا ديال الاناناس الفن والكركاع شي حاجه غزاله تبارك الله عفاك شي سلسله خاتم ديال الخميسه والثامن كاين اونسومبل ديال الليمونه مرحبا هما ثلاثه ديال اللي بغاسلي تيجيو فنين فنين وقياس كبير بر قياس كبير بر هادو دايرين ب 10000 درهم سامبول زيت او ماروك سي فاتيه حنا في مدينه مكناس برج مولاي عمر اون فاصله فارماسي اسماعيليه ها انتما الثمن ديال هادو اللي تخوا بغاسلي ب 10000 درهم قياس كبير بر يعني الناس اللي قياس ديالهم كبار راه دايرين ب 10000 درهم هي ب 1000 الاورو تقريبا تيجيو فنين شي حاجه اللي صحيحه ديال تو لي جوغ يعني تستعمليهم ديما لاله هادو الثمن ديالهم اللي هو 10000 درهم اللي هي 1000 الاورو تقريبا مليون 1000 الاورو مرحبا براسلي جات 2000 درهم كاين اختي واقيلا ب 2100 درهم عندي واحد موجود المهم اللي بغات شي حاجه تواصل معايا سي واتساب 06 52 15 78 63 مرحبا كاين هاد لاباك ديال الفانك اللي رائع جدا الثمن ديالو اللي هو 2100 درهم الثمن ديالو اللي هو 2100 درهم 210 الاورو 210 الاورو اللي 2100 درهم تيجي صحيح وتيجي لديما هذا تقدري تستعمليه لديما 2100 درهم هي 42000 ريال 210 الاورو 210 الاورو تبارك الله ها هما اللي بغاتو دير له سكرين ومرحبا بها وبثمن مناسب كاين هذا لونسومبل هذا ديال الخميسه الثمن ديالو اللي هو 5000 درهم اونسومبل غزال تبارك الله فيه الحلقات وفيه لاشين ديال الحصيره ديال غافينيتي وفيه لاباك فن وفيه لا غورميت هذا الكامل تيبقى ب 5000 درهم هذا اونسومبل فني هو انت زعما الاستعمال اليومي ب 5000 درهم اللي هي 100000 ريال 500 الاورو هذا ب 500 الاورو تقريبا اللي هي 500 الاورو اللي هي 100000 ريال 5000 درهم هي 5000 درهم هي 500 اورو تقريبا اللي بغات دير لها سكرين وتواصل معايا سي واتساب ومرحبا يلا بارطاجي معنا عندي واحد الميزه اليوم هذه دوزيام مام مستعمله ها هي الثمن ديالها اليوم 112000 ريال ها هي 112000 ريال هي 560 الاورو هذه تم ثمن الجمله ما كايناش هذا الثمن 560 الاورو مازال قرطه غافينيتي 560 الاورو 112000 ريال هذه ميزه هذه ميزه 112000 ريال اللي بغات دير لها السكرين ومرحبا بها 112000 ريال كاين هذا البغاسلي فان كليف حتى هو دوزيام ما داير 118000 ريال هذا دوزيام ما قياس ديالو 6.2 118000 ريال دوزيام ما اللي بغاتو دير له السكرين وتواصل معايا سي واتساب ها هما يعني الاستعمال اليومي كاينه عندنا واحد السنيسله حتى هي دوزيام ما انا نوريكم السنيسله وتعليقه الثمن ديالها اللي هو 5500 درهم هي لا اسمحوا لي ماشي 5500 درهم انا كانوا مع واحد الحلقات هادي دوزيام ما حتى هي غنحاولوا نعطيوها لكم دايره 5200 درهم ها هي اسمحوا لي ها هي 5200 درهم هادي استعمال زعما مستعمله ولكن راه مازالين جداد 5200 درهم السلسله راه طويله ولكن كتشوفوا 5200 درهم هادو دوزيام هادو كامل اللي تنوريكم دابا للمستعملين ولكن راه مازالين زعما بونيط هما اللي بغاتهم دير لهم سكرين مرحبا كاينين واحد الحلقات هما تا هما دوزيام ما تسعمية درهم ها هما دوزيام ما بتسعمية درهم هي 18000 ريال 18000 ريال هي 900 درهم اللي هي 90 الاور قرطه مازالين فنين 900 درهم هي 18000 ريال هادو الحلقات اللور ديالهم كي تيبان 18000 ريال هي 90 الاور هما اللي بغاتهم ديرهم سكرين ومرحبا بها كاين واحد الخويتف حتى هو دوزيام ما الثمن ديالو اللي هو 900 درهم 900 درهم هي 18000 ريال ها هو خويتم هذا راه بحال الميزه التخمين الميزات راه واعره 18000 ريال اللي هي 900 درهم 90 الاور 90 الاورو اللي هي 900 درهم ها اللي بغاتهم مرحبا كاين هذا حتى هو مستعمل ولكن جديد ها هو الثمن ديالو 2350 درهم 2350 درهم
ألف تحية وسلام لك وإلى كل الشعب المغربي مبروك عواشركم إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلام للشعب التونسي. تحية خوتنا توانسة، تحية لكم ومرحبا، وألف مرحبا بك أختي حسنة، تحية لك، تحية للناس خوتنا اللي في تونس، خوتنا اللي في الجزائر، خوتنا اللي في ليبيا، مصر، جميع الدول العربية، مرحبا ألف مرحبا بكم عند وسيم المجاورة السالم. كاين هذا ب 2350 درهم، هذا مستعمل ب 2350 درهم، هيا اللي بغاتهم دير لهم سكرين مرحبا. بالنسبة اللي بغى كفيات مستعملين ديال اليد، المهم بلاتي نوري لكم هاد الكفيات، كاينة واحد السنيسلة، كاين واحد الكوردون بعدا نوري لكم كوردون ديال اليد، الثمن ديالو هو 700 درهم، هو كوردون ديال اليد 700 درهم ليا 14000 ريال، ليا 70 الأورو، تيجي زويون كوردون فن، تيلبسو حتى الدراري هذا مثلا، ها هو. الثمن ديالو هو 700 درهم 14000 ريال، راه عاد خصو يتسد 700 درهم ليا 14000 ريال، او اللي بغاتو غير دير له السكرين مرحبا بها، 14000 ريال ليا 70 الاورو. كاين هادي ب 2000 درهم 200 اورو تقريبا، هادي تتكون اون بيرسوناليزي يعني تصاوبها سيغ كوموند، حتى لا مابقاتش نقد نصاوبك سيغ كوموند، هادي ب 2000 درهم تتجي هاد لانفيني غزالة تبارك الله ما شاء الله، الثمن ديالها هو 2000 درهم 40000 ريال. هادي ب 200 اورو تقريبا 2000 درهم اختي. السلام لاباس، الله يسهل الامر، الله يحفظك لالا نجاة، تحية لك، الله يكبر بك، راتكو غليظة اختي نسرين كاينة. السلام عليكم لالا جنان، مرحبا مرحبا بكم كاملين 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 كاملين. 500 درهم تجيب لي راتكو شحال من غرام؟ 5000 درهم زعما بغيتي تقول لي 500 درهم يلاه تجيبك غرام. هادي الثمن ديالها اللي هو 2000 درهم 40000 ريال 200 اورو تقريبا، 200 اورو تقريبا، اللي بغات دير لها السكرين ومرحبا بها. أثمنة دائما في متناول الجميع، اللي يحتاج شي حاجه يكفيها ان دير لها السكرين ومرحبا الف مرحبا. بالنسبه لا كوموند ديال الحاجه داك الناريات راه كاينه في الالوان، وقيلا كاين فيها الموف والخضر والاحمر، الثمن ديالهم اللي هو 16200 درهم. انا نوريكم لونسومبل كي داير غزال تبارك الله، حتى هو ميم جون سال 16200 درهم الحلقات ديالهم، فيهم بحال ربع لويزا غزال غزال ما شاء الله. هذا تلبسيه وتتعرفي راسك لابسه المليحي ومعند من معند مجوهرات السلام. يلا عطيونا التعليق ديالكم، كي جايكم السلعه ديالنا، كي كتجيكم السلعه ديالنا، كي كيجيكم التعامل ديالنا، مرحبا بكم على راسنا وعينينا، ولا غلطنا مع شي واحد يجي يهضر معانا ومرحبا والف مرحبا بكم، وطلبوا منكم السماحه لا ما جاوبناش شي واحد في الوقت ولا ما تعاملناش مع شي واحد، طلبوا منكم دائما السماحه. دابا راه حنا داخلين في رمضان، الله يغفر لنا الذنوب، ومرحبا الف مرحبا بكم. 16200 درهم، هالو موديل كي داير 16200 درهم لجميع السيدات اللي معانا، اي حاجه احتاجيتيها، بغيتي غير لي بوكل نبيع لك الحلقات، بغيتي لاشين نبيعها لك، بغيتي لا غورميت نبيع لك، اللي بغيتي فيها اختي. انا المهم هو نتوما تشوفوا الحاجه عجبتكم تواصلوا معاه. 16200 درهم ليا مليون و100، 16200 درهم مليون و124 الف ريال، ها هو غزال تبارك الله 16200 درهم تبارك الله، كلشي كيحمق، الله يحفظك لالا جنان تبارك الله عليك، مرحبا بكم، راه ما حالكم هذا، اي حاجه احتاجيتوها مرحبا. المنظمه اللي وريتكم قبيلات ها هي لالا منظمه، واش من منظمه، خصني نحيد هاد اللعيبه باش ما تبقاش مكرتسه ليا انا هنايا، عينو المهم بلا ما نحيدها ياك، بلا ما نحيدها، بغيت نحيد هاد شنو تيقولو هذا اللي تيكون لور فيهم، ما عرفتش عافاك الحلقة علاش كلوزه اللي قلت لك، واخا خيتي مرحبا بك، انا غنحاول نوريك، شوفوا لي هاد المنظمه بحال ديال الذهب نيشان، ديال الذهب كي قلت لكم راه تبدا من 3 المليون ونص، وهادي ديال النقره راه دايره 3500 درهم، والله الا فيها غير همزه، والله الا تنبيعوها بكثر من هاد الثمن هذا، راه الاولانيين اللي كانوا داوهم الناس يكتبوا في لي كومونتير بشحال داوهم، هادو دايره 3500 درهم اختي. 3500 درهم الهمزه، الهمزه شوفي لي هنايا، شوفي لي هنا 3500 درهم اللي هي 350 الاورو، اللي بغات دير لها السكرين وتواصل معنا سي واتساب 0625151769، ومرحبا الف مرحبا بك اختي، مرحبا 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 جميع المتابعين اللي تتابعونا داخل المغرب وخارج المغرب، مرحبا بكم عندنا. شنو بغيت نزيد نوريكم للسيدات اللي باغين براسليت كريستيان ديغوا ولا باك ديالو، جات عندي واحد الكليان داك الناريات ساعة الثمن جا شوية قاصح، ولكن والله إلا السلعة قاصحة يا أختي، نتمنى لك كنتي تتفرجي في اللايف، راه ماشي ما تنبغيوش نقصو، ولكن راه داك الربح اللي تربحو راه البركة الحمد لله اللي تربحو معاكم، تنتزقو الله، راه داك الشيء قليل، اللهم لك الحمد عليه، واخا قليل اللهم لك الحمد عليه،
اي هو راه السلعه حنا تنشريوها شويه غالي، يعني الموديل تيكون غالي. ما انا ما كرهتش نبيع لخوتي غير ب 4000 الغرام، الله يسهل عليا نبيع لكم غير ب 4000 الغرام. جيت عندكم احسن تعامل طوب 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 طوب. الله يحفظك لالا ياسمينة، تبارك الله عليك، الله يكبر بك، احسن كليانة، مرحبا الف مرحبا بكم، كلشي ما شاء الله غزين. الله يحفظك لالا بوسرة، الله يكبر بك، مرحبا بك. كاين اختي كريستيان ديو، داكشي غزال، انا ديما نتابع اللايفات ديالك، الله يجيب الرزق باش نتقداو من عندك. مرحبا بك لالا، والله الا الشرف لينا تقداو من عندنا المحل محالكم، اي حاجه احتاجيتوها على راسي وعينيا. كاين الاخوات هادو جوج، كريستيان ديو لاباك والبغاسلي ديالو، تيبقاو لكم ب 10900 درهم، هاهم 10900 درهم ثمن مخير، يعني اللي عندها شي فليزات وباغا تفركس راسها مضوبل من الداخل، يعني غادي لا غورمير مضوبل مضوبل صح. 10900 درهم، مليون و 18000 ريال، اللي هي تقريبا بالاورو 1090 الاورو. اونسومبل فان كليف، و ما عرفتش واش باقي عندي شي واحد، انا نحاول نوري اختي شحال غورمير فيها 10 غرام في المستعمل، على حسب اختي كل واحد بشحال تيبيع. اختي وفاء، كاين اللي قد يبيع لك ب 4100 درهم، 4400، 4700، كل واحد وشحال قد يبيع لك. المستعمل ما محدودش في الثمن ديالو، قد يكون هو شاريه غالي على حسب. ها نتوما هادو، انا ملي تعجبني شي بياسه من عند شي كليانه والله الا تنزعم معاها فيها 10900 درهم، مليون و 18000 ريال. كريستيان ديور مليون و 18000 ريال، انا تقديت من عندك. مرحبا اختي ليلى، والله الا الشرف لينا، مرحبا والف مرحبا بجميع الكليانات اللي معانا. مونوديلات ديال اناناس، اناناسة صغيرة واقيلا ياك بغيتي تقولي. كاين الاخوات هادو ب 1500 درهم، هي 30000 ريال. هادو ب 1500 درهم، هي 30000 ريال، 150 الاورو. حلقة فن في المستوى زعما، يعني كخيول ديال ديما والاستعمال اليومي، الثمن ديالهم هو 1500 درهم، 30000 ريال، 150 الاورو. تقدي ديريهم لديما، يا ليك يا عندك شي بنيته 16 عام 20 عام، راه ديرهم معاك. هادو ب 1500 درهم، هي 30000 ريال، 150 الاورو. 150 الاورو اختي اللي بغاتها دير لها السكرين ومرحبا بها، 1500 درهم، 150 الاورو تقريبا اللي بغاتو مرحبا. الاخوات اللي معنا في اللايف مرحبا بكم. كاين الاخوات هذا ب 3000 درهم، هذا تيبقى لكم ب 3000 درهم، 300 تقريبا مارياج 300 الغرام اختي، 440 سبيكر، السبيكر 440 درهم دايره اليوم في المنجره، الثمن ديالها اللي هو 3000 درهم، اللي هي 300 تقريبا، هو 60000 ريال. هذا ب 60000 ريال، هي 3000 درهم، انا بعد يدي باش يبان لكم 3000 درهم، هي 60000 ريال، 300 تقريبا. خديت خاتم ماما انا مكازا، شفتو كيف وصلني التعامل طوب. الله يحفظك على الحياه، تبارك الله عليك، بصحتك وراحتك، الله يحفظ لك الوالده، الله يطول لك في عمرها، مبروك ويسركم. كاين الاخوات هذا الموديل، هذا الثاني، هذا الموديل الثاني اللي غنوريه لكم، الثمن ديالو اللي هو 2200 درهم، هذا ديال الفيليب 2200 درهم، هي 2200 درهم، 44000 ريال. هاو هذا ب 2200 درهم، هي 44000 ريال، 200